الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 31، باب الإصلاح بين الناس. عن شو قال ني باك صدن يكواد أو سو كهالليا إن دتك لهشيسيو دحد الله قاله مركو خلاف أجره. إلهي يوحي الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ورب الله جل وعلا وحبضا وضدك كود كوذي فقو ذا wax khayro ku jira malaha. Meelaha la isugu yimaado ay dadku ku wada hadlaan oo lagu sheekaysto oo fagaare iyo galaba ah, waxa meesha lagu sheegay wax khayra oo ay faa'iido leeyihin markaa malaha. Ilaa man saddex buusa ka soo reebay jalla wacala: man amara bisadaqa, qof yiri waa sadaqada la baxa. Meelaha saas oo kale ah, xataa haddaanad wax bixinayn, inaad meeshii fadhidid خير با ماشي لو من رحمد له، أو معروف أما قف وناك فريا ما لها خير كلا يسوق الشيء يدنا وما الخير كل دنيا، أو إصلاح بين الناس أما ذاتك لحد ذاين له شيء سيء مركة نجوها أو خير بضن وحلقوها اللوحة أو خير بضن ورصدق الله بحق وحلقوها اللوحة أو خير بضن وناك أوضتك الله الشيء wax lagu hadlo waxa uu khayr badan wadadoo heshiiye warisafiye walaala noqda. ilaahi macnaha suu tilmaamay jalla wacala haddana wuxuu leeyahay isla suuradii wasulxu khayr heshiiskii ayaa wanaagsan. aayadan dabcan siyaaq waxay kusoo aroortay markii khilaafka labada ruuxi lamaanaha dhex maraya: wain imra'atun khaafat min bacdiha nushuuzan aw icraada فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. والصلح خير وما حي، والصلح مبتدأ خير خبر والجملة إسودت يعني خير لم بهشيس بكجرا إن لا يسقب قرص ضوء ليس كل دقنا ضوء ما أنت نجق ليس كؤ هذا أو dadka la kala saari waayo saa isugu martoomaan waxaa ka khayr badan in la heshiiyo. jalla wacala haddana wuxuu leeyahay: fattaquu allaha wa aslixuu daata baynikum, ilaahay ka baqo oo xaalada dhexdiina ahna bal hagaajiya oo dejiya oo heshiis gala. haddana wuxuu leeyahay: inama almu'minuuna ikhawa fa aslixuu bayna akhawaykum, mu'miniinta walaalo wey dhexdiina hagaajiya. marka إنما المؤمنون إخوة جملة داس إيادة أي حسر قاله إيمان إيو حيكو قطن تا ولا التنمو وإسكال لازمة لبضا ومركو يتخذ يعني إيمان إيو أخوة وإسراعا لبضا وحا أتكين كرا إيمان كوحا سلوية لكرة فريسين كرا ولا التنمو دو حا جريتان كيدا مساهمين كرا وهشيس ولذلك أيدي كهري وحي أهيان وإن طائفتان من المؤمنين قاتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني فأصلحوا بينهما إلى مركو حتنا بالعدل يقصت إن لليما هذه خلاف أدعو على بقر قوحات الدائس قبطان قرآن مركو حليها: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مد قردرا العلين لأي هاي dagaalka la ostay iyada waxan yani u ololeynaysa geeska geliya la dagaalama, oo haddii dagaal dhaca maxaa dhacaya? dhiig baa daadanaya, oo maxaa dhacaya? dad baa dhimanaya, oo dadki inay dhintaan iyo dhiigga daata ka waran waxaa ka muhiimsan. dhiiggaas daadanaya waxaa ka muhiimsan naftaa go-iisa, waxaa ka muhiimsan laba ruux oo ishaysta. marka ilaahay wuxuu leeyahay jalla wacalaa: si heshiis loo gaaro xataa yaan loo joojin. marka macnaheeda macna sahlan ma. haddaba
وحنا صامر حديث إن صامر بن سعيد حديث كواد الأربق لي أفرتني تدبنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كعير كل سلامة من الناس حبم والبائع ضدك إلهي سبحانه وتعالى ويالو كم دي عليه سلامة وحا صار صدقة صدقة صار صدقة لك عربة ما نوبه وحا حديث الناس والشيء إنها سدح بقل يلحذن حبنات قف كستوي إنه جركي سؤلي مالين كيو حلا صوت توستا أما مركز سواق وبريو سدح بقل يلحذن صدقة لك عربة أما ذو كران كل فصو أما دولار كل فصو أما يورو ده لكن إله والنوف ذي وحلين مرك كل سلامة حبهم البو من الناس يدتك كمده عليه يحاد دل أهاري صدقة كل يوم مال والبو تطلع فيه الشمس قرح ذو يصوب بحيس وهذا مرك سأو بريبا واتقامي سنت هدو لكن محاتك لطوري كرتا تعدل بين الاثنين لبروح بعد قرصور أصمعي نساء صدقة صدقة ولا ذا قردرنا ماشي كتك ولا ذا خلنا ولا اللي قال لي نكا أنا كاكسو هري بوسك نكا ممر يعني تعدل بين الاثنين أما قرتو ذي كوك أنا وتعين الرجل في دابته قف كات قاديد كيسا كعاونا يساوي فتحمله عليه أو ترفع عليه متاع عليها متاع وحبات أصار يسا أما با وحي بعد وحبات أصار يسا محي قاري مصارا كرا أما الدابة دي سي مصارا كرا ويحبات كلاد الجيسة صدقة والكلمة الطيبة وراه ذا وناكسا صدقة كيف أخبارك محات كوى بريستي كوى يريرا كورا ريركي كورا معرفة السلام عليك وصدقة وبكل خطوة أو خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة طلاب البؤات أسي الشعوتي المسجد كان وصدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة وضضة وحيال وأذيد أدتك داوعي كرا قرسي دلائي محوها قسعي معرفة برئي قضحي صدقة متفق عليه مركة يعني والدين مركة لقاها اللي كان ست ورشب إسلام مركة لجو أدبو بالاري وفكر يعني عجائب فاليو وحكست صلّى بن آدم آدم بحق جارسين صدقوا أذو صاي سكفة لي صدقك وصعتات ومعنى تعدل بينهم على قولة تصلح بينها بالعدل إن تسيه شيسة ومركة عدالة له إن نحدكتين وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وحل قولي قالت إني تلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغلى رسول قال ليس الكذاب بين بضنها معهن الذي يصلح بين الناس كان ضدك لحدود كهشيسية أما كان ضدك هشيسية ده فينمي خيرا خير مركع كريلية أو يقول خيرا أما خير له متفق عليه وفي رواية كم كسر رواية مسلم ده زيادة قال دحيت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء ما يقوله الناس في إلا في ثلاث من مقلم بيتري نبي صلى الله عليه وسلم رخصت سين بحين يعني أقراني إن هذا الكل شيء بين أقراني إلا سدح مرمويان تعني قرما بيت اللي الحرب مركز دقالك اللي قجر لبو والإصلاح بين الناس دتك مركز هشي سين سدح وحديث الرجل امرأته نينك وحيوحو هويني دي سأو الشيء اي وحديث المرأة زوجها يهويني ذو حين كذا وشيء صدح هذا مر بين ولا وقول يا ومعلق وضع مرك تقال بل وجرا إذا كي أيا أديه هو قب صدي مرك بسير كوي كلا عاود هل كي أديه لي كلا أنا إنجيني ماشي جون حلا ذوي بعد إنتان أمو كتجين ماشي مرك بين تصور كلا قضيت كل جوب بعدين ويبان أنت يا كلا صعد كلي جيبانا وحن ما أركتي ما أركين ميمك أقبو مركز وكالة والجوء قليه لبو لبو روح بعد هشيسين إسا كي لبو دي الروح يو أنا وكلها اللمبة حتى ديار واهن هشيس ومدو البو عركة وعندها للراعي ياد مدو مانا سبحان الله ده ورنيو هبلوحو إلها نكا اللي أنتي سنولاش معقول معانا إله هشيسي وكو أماني أنا قردر مبولها وكين إسا كان كلامة سي هذا الكوسكالة كصول لها ده نكو حولي هبلوح ما أركتي
أنا كجر دارا مركب لو دو ديمول كرسي صوف في السنة وحوجا ويس ما عرفتي ويس حوجا عركو فينا بس ليه نينكي سجى آخر كيس ديبي سجى إس ديبي وعند يس إنه كجر دارا هل كاسي كوشين يعني تحسوا كلوا الجو قلي لما حيا العرق سيه شيء لوجر وحياه ممنوع كبائر طلب أنا السنة دم بسود بين إلا شيء بسود كبير ما دم بسوما حلو ضاد كمر ديك إلا ضاد يسود دم بوين ما وضاد إصلاح عمر قف إلا دل يسود دم بوين ما وضاد إصلاح عمر مرك هشيس كما سهل أنا مرك محان نوقت دانا إيه تايم كا هشيسين دانا إيه وقت يسود داي إيه ورت لبدا ما بل كاري وايا با ورت أنا رنم حيكا لهلان حاسا ديه نو ضاد كمر كيبا كدبا طوا كان نصواقا كان نصواقا هدبا نينك وحو ناكتي سأو شيغي ناكتي وحي نينك يدو شيغي قولي وحال ربا إنو دايموما يو دائم ياشو سادر تيد وحا مركي وضا رن نقضان ويسكا دي بضان تاي سوما سادر تيد إن حوغا درب الله يسكو دي بغان بضنين أو حوغا ما عرتي بحاشا بان ير حدي اي تيمادو يدو حكومة جبنا هاي اللي بحال ربا بان تاس قولي غالو وضايا سوما فراها قال الله سوى هلي أحبا ما أركتي جيرة جيرة لغو قبتي دمارك إنا دهديد أنو حاس ننكرا دغو خلدي ساي ما أركت ورا ديها أهد ما تنتادو لها بروكو وتي بروكو وتي كاس ويسكو كيسو أكيسي ماها أني وفك إنو ماركا ويدانا ميم كاو قبتو ودربي كما دح لدع وحوغا وجير جيري وحم مشكلة ماركا مالا كبا دي خلد يرو حوغا ما أركتي وحان حسامينين أو اللي يري أو كلاي iyadoo guriga aan la ogeyn bay xogaa baxdo or meesha aadino xogaa in iyadoo xogaa is daba mariso xukuma jamna laakiin ballan qaadiyada cusub ee lagaga daba imanay xogaa iska ilaali hal ballan qaad ka islaamu ma hal maaman hada dahdi maal fulan dahab bankeen iyo adkeeni weyd maal walba garta maalinta la isqabto way keenis hadda ka hor 91 bi kulli 91 ki marka wax qoran adigaan laga qorin wax qoran iska daa oo hadhiin midalan ballan aadan ka bixi karin haqaadin laakiin qaladaad ka dhaco kale inaad ku kabi kartid si gurigu u shaqeeyo xukuma jamno waan Aisha ta radiyallahu anha qalat uhaytiri sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulka allahu wuxuu maqlay sawt khusum bil bab dad is haysta oo murmayo albaabka taagan bu maqlay sallallahu alayhi wasallam aaliyatan aswaatuhuma yadu ukuduna ukuru kaxsin dadku markay isku dhaacan waragtay wala qaylinaya adaa gardana adaa gardana كفسير وإذا أحدهما يستودع الآخر ميت كم إذا مركب لبدا محل يسكو هستا ميت باوحو ككلا كده البنية وإنه دين كي يعفي دين كان معركتي على الأقل وحون يقدن كما بحي كرأيو ديب يقول ديك إيو هاف يقول ديك إيو ويسترفقه في شيء وحبو مركب كده برين دلبيا حلني هو حان يقدم وقيلني وهو يقول كان كلمه إليه والله لا أفعل إله بان كل دارتنا نسميني diyaar umay marka labada nin ay saysta ee codkoodiisa waxankoodu kor u kacsan yahay oo nabigu maqlayo waa dad isku haysta deyn isku haysta midna wuxuu leeyahay warnu iga dhinka kalena wuxuu leeyahay wallahi aan ku joojinay fa kharaja alayhima rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulka ku soo baxay marka fa qala marka wuxuu leeyahay ayna almutalli ala allah la ya'rifu la yaf'al almaruf wa ka kan ilahi ku dhaaranay inuu san wanaag sameeyin wallahi la yaf'al marku li maana wa mahay waxaad iga codsatay deyn dejinta diyaar u mahay deynta ka dhimi maayo dib kugu dhigi maayo inteediyan raba haddana meesha soo dhig buulee waake faqala wuxuu ana rasuulullah wa aniga cidda sidaa lahayd falahu markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam falahu ayu dhalik ahab laakiin wuxuu rabo ayaa musabeeni hadaba ana qofka sidaa sameeyni wa aniga laakiin falahu ayu dhalik ahab wuxuu jaclaado ayaan u ogolahay marka dambe marka is diibaya hadda muttafaqun alayhi nabiga sallallahu alayhi wasallam markii boo dhaxgalay yastawdi'u luqada arabiga waxa laga wada yasaluhu an yadaa anhu ba'da dayni dayinki saqar kamid inu kadajiyo wa yastarfiquhu ay yasaluhu rifq dimrin bu waydiisana wal mutaalli ay al halif wa shuruuh da u bihi al imam an-nawawi halka marka waxa laga qaadanaya inaan waxba aan la isku fiirsan dadkii maxaa iga galay iyo shaqadayda ma ahan iyo dadka waa la dhexgal mar hadii la ogaado waa inuu ka shaqeeyaan amal la qabto oo laga shaqeeyana mid ka khayr badan marka amala waa meeshaan ku badbaadi lahayn al hadith al rabi' hadith 411
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه حل قوريم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه نبي وحاسو قاري ان بني عمرو بن عوف راب بني عمرو بن عوف راركس ساو ابتر سدا كان بينهم شر لبا دحي الخلاف حواسو كلا دحقلي كان بينهم شر وحواسو كلا دحقلي راب بني عوف بمقلي ان حوغا اللي اسكو دقي هذا اللي يقول ما شاء صار اسكو هيستا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوب حي يصلح بينهم حال يو لحد هشيسين في اناس ضد لبح معه لجرا ضد نهروك حيستي اي كم انت مركه مجالس هشيس كلا هذه هنا ضد كحيست اد بو في عنت حاله قفل المب كاك ادي كرا ميم مركه النبي ضد بو كحيست فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حلقه سو كحير مركه حلقه سو قضاهي وحانت الصلاه صلاه دين ولا قال إلا نهجيس كواد وقت هاي وحكم دي فرية ذا كليا جدول كأي تايم تايم تيبل كلاهين مركي يشيس دادا دح قليس هذا وقت لقال هالسع بيلاو ما مقاضا كرتا هذا إسلاو هالوا لو كلمدود ونه هالكا كشي قدون تاو حالار كيسا هذا دقال كي بقايب كأه يشيس كو مسهلنا مركا نبيق هالكا سقود داهي مركا صلاة دين ولا قاري فجاء بلال إلى أبو بكر الصديق إلى أبو بكر رضي الله عنهما أبو بلال شقي سقب سنة مركة حويم أبو بكر بويم حويره فقال يا أبا بكر إن رسول الله قد حبس رسولك صلى الله عليه وسلم تل حيري أو للداهي وحانت السلة سلا دين ولا كاري فهل لك أنت أم الناس الديار موتها إن دتك سلا دك بحس قال حلقة قادنا يا بدو إمامكم مقيم إن سلا دوا عطي المين وقت كده دين لجاره قفكي كلي جلي كروان وقلو أبو بكر بقول هذا فقال مركب حير أبو بكر نعم إن شئت ها هذا ربطت من صميني إن شئت روح على قاضنا يا هدنا إن مؤدن كرول لي هاي وما أردتي إمام كبوسكي سقف كيني كرو فأقام بلال من الصلاة مركب بلال صلاة دي وأقيمي وتقدم أبو بكر أبو بكرنا حلقي محرابكي اللي قد الجين وصي دقاقي فكبر وحرته وتكبير صدق الله أكبر وكبر الناس ودتكن ولا حرته صلاة دي مرك لك قالي أيا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف نبقى يمد سوى صفوف كساب ونحسو عنا يمرك حتى قام في الصف إلا أصفك وكيستاغي تانا حلقة قادنا يا صفك إلا نحمري كرو فأخذ الناس في التصفيق دادك وحيب الله يمرك إنس كعان تسأسوه قراء عن تصفيق و صعب كير إيه معركتي لا سبعين يوم هذا دوغان دون دا مركة هرا مركة إن للرهابي قدال بعد كو أغان دون تا وكان أبو بكر مركة أبو بكر عزيز وحايه لا يلتفت في صلاتي مركو صلاة كدير مامي العسى حقا مامي العسى صلاة يسى وعنين مركة باشا ديرة دا صارة فلما أكثر الناس التسفيق مركي صعب كو أبطي دادكو حيلي مر نبي قايم نبي قايم دولو برا رجيني نبي قايم ديبو صغرو نبي إمام الله ما نقرأ يعنى دي بسوق جرو مركو أركى إن صعب كبرتو التفت وبطي بوالتفت مركزه من العصر فإذا رسول الله وابا رسولك ماشي جوك مرك فأشار إليه رسول رسولك أوت المام مرك والله يعني باق بوبي رسولك وليه صلاة وض وض هيجو جنيد فرفع أبو بكر يده رضي الله عنه أبو بكر عندي سكر القاضي فحمد الله إله أمه النقي ورجع القرقرة ورجع القهقرة دب أصغر تمرك وراءه هل كل الربيع إنه صلاة يسي وضعه نبي قباقة وباقة إنه كسي السعداء يسامة دب أصغر تمرك حتى قام في الصف صفك مرك صوت قلي بوسكي إمامك وتقناب وكصوت دركي صفك بكبير مرك فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مرك هرأوا دقائق فصلى للناس إيه فصلى بالناس دبك مركز رسولك صلاة دك بحيب مرك النبي يقول يمد صلاة دي أو صعوتة أي صلى الله عليه وسلم أو بكر أو إمام يهي أو بكر مركي اللي قبرا رجي إنه نبي قد جوغة بودبو قرتي نبي قنا صلاة دو وضع تا نبي قم بيجار كتها إمام هاد الجوغة دي وصوت داه سفكي سماش حكا قبصده يعني معنى إذا ما إمام كالو ديبو صوت قرنا يا ما هدوصا صلاة دي حرن
تامركا وايد ومهم النبي صلى الله عليه وسلم ايا صلاه دي مركه دتك ودما يستري فلما فرغ النبي مركو الصلاه دي دمي اقبل على الناس دتك ساغو سوجي سمك سيده عاده والنبي سمين جري فقال مركز أيها الناس ضضوا ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق وما حين مركز وحيد إن كسو دري أنت صلاة دك ودرتين ما صعب قولتي مادين صعب كان محوية ما لكم صفقتم ما حد أصعب بسنوه صعب كان محوها إنما التصفيق للنساء صعب كدومر كأسكالها بير من نابه شيء في صلاته قفكي صلاة دي سحكسو دري فليقول هيرا سبحان الله انت صح كاغا في المركه رقم حينا هاي المركه سبحان الله دمر كنا مركه ايغو دمر كان لو غليا تصفيق اس وان هين ما صعب كي برلمان نادي ما هو ميد يرو ليسكو برارو جيني فليقول سبحان الله هذا فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت اوف كي مقلا مركو سبحان الله يراد وصوب جيسن مركو سبحان الله دي باق كلا تاسا رق كاركو اول يعني احد ما مقليه مركو دو الا وسوجي سنه يا ابا بكر دتكي مركا ارنكود و دمهي ايغو خا لو هيستي ما حدو سبعيدين ابو بكر نحا لو قبصنايا يا ابا بكر ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك ومحاك معاكو ديدي هنا دتكا دوجيسيت او صلاه دي اسي وديد مركي ان كو تلمامه فقال ابو بكر مركو خوده ما كان ينبغي لابن ابي قحافه إن أبي قحافة سيسلت جيدة لأن مقع به وي ومعه التنطه وحوها بون ماها أو لوه أن يصلي بالناس إنه ضدك صلاة كبحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أوجوغ إنه رسولك كهر مره إبن أبي قحافة هو شاس هول ما أركتي وكبحي كرماها متفق عليه حب سيمسكوه ليضيفوه أما ليضيفوه يعني ما شاس هل كاس النبي يكون ضاهيان حبسي ما النبي حبسي بقى بيجي معناه ما ولا حير هو سمر كان النبي صلى الله عليه وسلم مر كان يمشي دويان هذا حديثا ما ميت او اه بابك لو بابك وعدي النبي صلى الله عليه وسلم ريب بني عفبة ارونك ان حجتابا اللي يري وكبا حرتي دبو كحيستي هلكا سوتقي ودحقالي وبابك انت انك قصص لكن احكامك لو صلاة ده اي هلكا نو بجتا وينير ان دولتا اقينا وميضا وميضا اقوه الرئيسة صلاة ده دي اللي قاري ولا قاري تام بيلاي ده ودتكو يكوه الشيان سيدي ساعدة نوكال انو اوت المام بيسو اللي قاليا ام امام كهجوغ ام يوسن جوغي لابو ان مؤدن كو اولي رول كيسو عدة مركة اسلي هاي ماشو يقلي كرتا او اما قراد يكوفي عن اما دتك دوجين كرتين ونقليني اذن والا قاضني وحكال الله قاضني هدي صلاة ده دحتي ده وحوني ماذان رقا ان اي سبحان الله دهيان دمر كونها يوم مركا تصفيق إليهن لكن أني رجي أن لا أقولين إن أي تصفيق لي ماذا نولا يقعدنا مثلا سبحان الله إذا ومركا إمامك وصلاة دي خلد مثلا يعني سوي بك وكيم سوي بك مثلا رجع أن ماشي كد جرين يوضا مثلا المغرب لتكني صدح دي لتكني ومن أفراد وصركع سبحان الله مركا اللي لكن إذا استتم قائما هدي سرجوج يسبوح سمو وإستاجي أرى ركعتي كلا يقلي فاتحدي وبلابي أرى لسامة مركز وكل إنسه ولوك ومبين هدي كل ما نر سبحان الله هدي لسي وضو معنا ما صماينش مركا هل كل جهد لله تسبيح داس أي مركا الوضع الله سبحان الله إسم مركا وحال رأينه كرتو ومركا ودب الصاق لكن إمامك دو جنوا خلت كلوه هيست دو قرن واي سيدي لغا شيغي علماء دي صلاة دي تكنيسي ومركي وشيق استاغير سبحان الله هذا نحوص بو فريس سبحان الله هذا نو إساغ سبحان الله مركو ورير انتو سوجي سبحان الله وهي ستان نو شاقي عندنا باشا نو تصبح سنيني مركا هدو قرن واي وميشي لكن هدو قرطو وما أراكتي تصبيح دي مركو مقلي انو ديبو صول قرطو ومركا صول الله بتوي وحاك الله ماشا الله قادني إن صلاة ده بحدي يسبدل دي عكره قارهان حالة ده هده تنبيه قار كته لكن هدي إمامك أو صلاة ده كجيره وحصوصته إنه ويساو دورنين
ama weysadu ay kaga burta meesha, amaba xanuun baa ku yimid, sangor buu qabaa mathalan, dhiig baa markiiba ka yimid, ama wuxuu u baahday xamaam degdeg u baahday, xaalad baa ku timid. In waxaa la rabaa sababta loo leeyahay, liyaaliyani ulul axlaami minkum manuha, dadka safka hore buuxinayo waa inay noqdaan dad qiradii imaamka laga rabay inay buuxin kara, fiqigii imaamka looga fadhiyana buuxin kara. Marka ninkaasuu soo qabanaya safka isagaa bedelaya, kiina halkaasuu ka wadaya. Ragcad ay harsan tahay ragcad, hadday laba harsan tahay laba, salaada maaha macnaheeda maaha in dadko dhan ay soo wada jeesan. Waxaan arkaynay maqtac kilib la wareejinayay oo nin aan filayo afrikaan afrikadaasoo qur-aanka aqrinayo oo imaama wuxuu nooc masjidin waxbaa ku dhacay kulli kulli ooyin buu ka bixi waayo xadaafa dadkii meeshii la rabay in imaamka la bedelo, oo isna hal qof laba qof ay gees intay ula baxaan, ama haddii isbitaal la geyn lahaa haddii la dejin lahaa, dadkii oo dhan ba imaamka kusoo dulxoonteen, salaadii halkaasaa lagaga tegey. Inay saa dhacdo maaha, xataa hadday dhacdo xaalad oo imaamka meeshaas uu qof kusoo xadgudbo oo salaadii ay maanis gasho, waxaan rabaa inta joogta inta iyagu difaaca gelaysa oo wix badbaadinaysa ma meesheeda mooyaan, laakiin salaada in lasii wada la rabaa. Haddii la fahdo u yaabaan soo meel kale cid markaa joojinaysa ma jirinba, markaasoo kale waa xaalad markaa gaara. Haddaba imaamka asalka ee raatibka ah ayaa booskii iska leh ilaa allaahumma hadduu meesha uu ka maqan, laakiin imaamka marnaba de nabiga sal lay slam waa meeshiisi. Nabiga wuxuu leeyay salaada sii wad adoo leh anaa imaamkii meesha ka ah, imaam meesha ku jira inaad ka saartid waa khalad. Su-aal beri la weydiiya waxay ahayd nin baa masaajid imaam ka ahaa, oday marka xoogaa dadku sibay xarash ugu hayeenoo waa la dhalisanaa kolley farbaa ku godnay, marka imaamnimadiisay diidanayeen. Marka markastoo janiser laga helo dhag ninaa ku tuurta meesha, diyaar mid baa diyaar horka ma hore ka gala, oday marka isna oo tashtay salaadiyo maqrib oo la tukanayo, oo imaamkii mar walba viikaarka ahaa meesha iska taagnaa, markuu galay bahasha buu kii kale gadaa kasoo galay. Imaamkii oo salaada ku jiro nabiyu isku jabiyey marka waxay leeyen sheekh, imaamkii wala isku jabiyey salaada maxaan ka yeelnaa? Haddii imaamkaas imaamkii isku jabiyey intuu maquuni meesha ka saaro salaadu wata ninkaas salaada ku jira, imaamka waa lagu daba tukada salaadu waa inay sii socoto. Laana axkaamtii qaalib iyo maqluubka imaanaysa salaada waa ina noqoto. Wuxuu khalad galay khalad weyn buu galay, waa dembi, waa arrin meesheeda. Laakiin hadduu kan iska dhimo xagga lagu tuuro salaada inay dayacanta maaha, ama labadoo inta la kala jiida iyo howl kale in la gala maaha. Ilmuhim adigu waxay ahayd maaragtay afgembi militari oo aan sahlanayn ba halka dhaca. Haddaba waxaa kaloo meesha ka qaadanaysa Abubakar radiallahu anhu tawaaduciisa, moqof rasuulka sal lay slam u jeeda salaadu ka imaanaysa, yani ma sahlan rasuulullah sal lay wasalam baa kaa dambeeya, macquul maaha. Taana waxay muujinaysaa idlaal asaxaaba ridwaanullahi calayhim lirasuuli sala allahu alayhi wasalam. Baabu fadli dacafati lmuslimiin walfuqara alkhamiliin, wuxuu baab u yahay muslimiinta dacafada ah fadliga ay leeyihiin. Waa baabka 32aad iyo dadka fuqarada ah oo warkooda aan la ogeyn. Khaamil waa meesha low profile laga dhaho, qof aana saa u muuqan oo wuxuu yahay dadka aan ogeyn. Waxaa lagaa qof gaajaysan la jiro oo maanta xusoo cunin, oo xalay aana suxuuran oo afurin, oo maantan afur ka horeynin, laakiin nin adkaysi badan ah, oo halkii ninka gabyaagu u lahaa idaa tusibka khasaasatun fatajamal, haddaad gaajaysanta isqurxi, oo wuxuun saliid soo mamarsa iyo kareem soo marsa oo yaan lagaa dareemin inuu askaynaya laga adkaynayo. Marka dadkaasoo kale fadligooda laga hadlaya. Qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yidhi wasbir nafsaka maca alladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy, nafsadaada waxaad la xabaastaa oo la joogtaa kuwa rabbigooda caabudaya ee barya aroortii iyo galabtii, yacni xilli walbaba ilaahay u taagan. Yuriiduuna wajah, iyaga wejigiisa raba. Walaa tacdu caynaaka canhum, indhahagana ha ka duwan. Dabcan aayadahan waana soo mareen, asbaabahay kusoo degeen xoogaa nimankii, waana noo iman doona iyaga faahfaahsan mar kale, oo axaadiithan islamaantaba haddaan noo iman way soo socdaan. Maxaa yeelay dadkii sanaadiida ahaa isu arkay inay ahaayeen madaxweyntii iyo dadkii ugu sarsareeyey staraska sare lahaa ayaa xoogaa waxay dhibsadeen
نبي محمد او يلي جوجا نمنك فقراء اي دتك خبا ان هلي كرنو اكتي سجوغان نبي صلى الله عليه وسلم دو اسك جعلنا الاسلام كان دتك ان غارسيو مرك وحالي ما يها او جوجين كون فقراء ضعفاء تاكت درن ان مجع على هاين خاملين تا او دتك الي كون محيين كوا سا كوا كفض بدن كوا لجوك علي مرك هلكا وحا لغا قادانيا ان دتك فقراء اي مساكين تا ان رنتي مجالس سودا لفاريستو او لغا ورهاي إن يفضل يكون جفتوه حديث كواد أهنا الله بقول كنتني لبع عن حديثة ابن وهب رضي الله عنه قال وحيلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مقلي رسولك أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول إساقوا ألا أخبركم بأهل الجنة ورميدين شيء أهل الجنة عد أيهين كل ضعيف متكسو ضعيف حال ديسو وضعيف الحال هو كما قال ليه متضعف أيدتك ضعيف صدان من نوعا ما أيدتك حوغا سيء الليدان وحبا لغا السوق كان نمحو أها كان نمحان نوكيني كان نمحان لسو فريسي كان اللي هو لكن لو أقسم على الله لأبر هدو إلهي مقعي سكو دارتو إلهي وحاو ننكا ليه ولي ليه هدو إلهي هذا والله ما أنت رب إيمان ربك سوداء والله إلهي هبل وعافني وعافني هبل كوب ودايا كوب ودايا تصاصا جيرا لكن هذه واحد لقى انه كو حكم سيد قفك كان بركان وحرين اسكرفك اه انه قف نوع ما ظلف ستة انه يهي قف محبك كفدين بكل مقتل لكن لو اقسم على الله لا برا وضدك اولياء الرسمي اه كرامة الرسمي اه لددك اولي سادرتي قفك استا حفوظي سن dadka annagu waxa laga yaabaa ay gawaarida fawaakhirta wata oo qatarta inay macna noo sameeyaan dadka magacyada leh inay macna noo sameeyaan dadka waaweyn inay macna noo sameeyaan kuwa kalena aynan xataa u joojin kaali gaariga la soo raacadan dhihin oo kaali waxay la cun aadan dhihin markuu guriga ku yimaado kan ma nagu soo khaldamay fayl wuxuu ku socdaa adreys oo khaldan aynaadan dhihin oo aad micnaha ka warhaysid wey dad saasaa jira marka laga ducaysto markaasuu nabiga sallallahu calayhi wasallam alaa ukhbirukum bi ahli annaar ahli annaar kam idiin sheegay cidda yihiin كل عتل متكست قلفسا جواض اي خير ديده اما بفاجر تم بدن اسل قبوين مستكبر اسل سرية او كبير بدن هدا قفك هدي لغا هله سدح سيفو قلفسنا هدي لغا هله هدي لغا هله انو سن خير كجعلين اما او قب كجرو يو اي فاجرتن اي كبر او كجرو هدي صفات قفك انت على جهه لو صفات اهل النار كانوا يقولوا ملي ينقف مؤمن هدي على جهه لو اهل النار ملي لكن وصفات اهل النار كانوا مركه قف ان لي يراده وحاد اوغتahay شيطان انت سبب دي بقو فلان مركه اهل النار كم حال لو يقام حال لو يقان اس لوين كبر يو ما ارى تفاجرتن اي قف او ضد كل يسو تاس لو يقام مركه النبي صلى الله عليه وسلم معناه صوتين العتل الغليظ وكان أنضج أتضج الجافي سو مركا اسك قلالان او ددك غوينيا الجواظ بفتح الجيم جيم كل قرديو وتشديد الواو الجواظ لانه وبالضاء المعجمه الجواظ وضعها وهو الجموع الممنوع ومتك حولها اوريو انا بهن وقيل وحال الضخم وقفك انت مركا فيرها بورنو المختال كفاجر تما في مشيتي مركو سعون انا المودد انو دورك ما ارغتي وقفك ما ارغتي دتك ما ارغن جيس جيس وسعدا اد له وحي ببورين ربا وقيل وحل القصير البطين وكان غابن على شوين وليد يعني صفه يدنا ما ارغتي وحي موجينه صفه وا غارو وسوق ساسا هدانا وحل يري وا وا اسلوين النبي وحي صلى الله عليه وسلم حديثك كلا لا بقل ايو صدن لا بقول كنتني سدح عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وحيري مر رجل على النبي نمبا نبي صومر فقال النبي مركوح لرجل ننكير عنده اكتس هذا جالس لرجل وحكير جالس عنده اكتس فدي يعني نمبا صومر نن اكفدي بالنبي وحكير ما رايك في هذا بل نن كان كبر نن كان ماشي مري حتى كده هلاك
نبيك مركا حن ماها لكن دروس بو بحنايا. فقال وحي رجل من أشراف الناس وأنن ضدك ووين ماشي هذا كلها هيبل ووين كوكو جيرا بعدان ضدك شرفت بضن وفي أي بي وي. هذا والله ما كنت أرتي حري وحو مذيه إن خطب هدو قبر راسدو أن ينكح إن لو قوريو لو ما تديد يعني مدو معرتي إلى تنبر ربا وهور مركي والله راعيني. وإن شفع هدو إرقودنا أن يشفع إن لقى إرقل أقبله كرجلي سنة ولا أقبله هدو إلى وحن إن كان عن مسؤول كاي وحن الله سمي والله سمي يعني معناها وام حي وإن لقى هي بيسنة هذا الكيس أن لديدين. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمس مرك. ثم مر رجل آخر هذا نينك العصام مرك فقال له رسول الله النبي مرك إسلام نينك يبه هذا سؤالك الكعلي وحيد ما رأيك في هذا كنك ورم كي هارو حد كنت المانتي إنو يعنين في أي بي وقبلي وما عرفتي وقوغل فريساي أن لو دي دين هذا الكعلي هذا ميال مرأي صامها بل كنك إيه ورم. فقال يا رسول الله فقال يا رسول هذا رجل من فقراء المسلمين نينك وان بدك إسكا تبع علي سنة فقراء المسلمين تكمل هذا حري إن خطب كان وحي مذنيا هدي وقبر راسده ألا ينكح هنا لو قوري يا أبو حسين هيك وإن شفع هدو إرقودنا ألا يشفع لقى إرقى أقبل ما نينك هنين هذا الكيس اللي سنة ما يا بطر سنة هيك وإن قال هدو هذا الرهانة ألا يسمع لقول إنا ما لقي سنة لكن نينك هنين معركة تينين نين مريم وننساس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو عيري هذا كان على هذا وفقير أو لما تجي سنة دوك برضو أنت لما الصين أو إرجدي سلام مغلي على هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ويحوك خير بنيه أرض هذا مجد وكاسو كلام أرض هذا مجد وإنك هذا هذا ما نيس كان كخير بدن بي مركا هذا مركا وحى evaluation كأما ضدك وحى الوقيمة ما هم مقال كما لركا سو حرية قارية صوتها ما أرقتي شهادة صوتها تايتل كاس صوتها ضد كلهم قيمة وفي حال غياب إذا كج جبنت هاي حال دي سو أي ستة هاي دوفت كم وقت دوفت كم وقت سكت دبعة تيسن إنه كن جردك كخير بني مرك ضدك على قيمة يا وأنت إله سبحانه وتعالى كهرين قوله مرك حري بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء حاء ذن كردك رأذنا ولا هوس ديجيا يأذنا ولا شديا أو هذا ولا كرد ديجو رأذ ولا هوس ديجو يأذ ولا شديا أي حقيق هم ذين وقوله شفع بفتح الفاء فأذ الكرد ديجيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل احتجت وحا ضاضيم الجنة والنار نارتي الجنة لبذ ظهر فقالت النار نار توحيتني في أني وحي ولا حجرا الجبارون كو بربرين تبضا والمتكبرون كو إسلوين ودنب أنا حيست وقروب كي. وقالت الجنة وحي تري تنظي بهذا الشيء في ضعفاء الناس وحا أني وجر ذاتك الضعفاء يوم مساكين ذاتك مساكين هل كمر بحلقة قادنا ذاتك مساكين ذاتك تاك تدران ذاتك تبع ليسا ما شيء ودن بين دون إن الجنة فقضى الله بينه إلى بك الحكمي دو دو إلى بك الحكمي إنك الجنة مركز يري إنك أريك الجنة جنة رحمتي أني جن حريصي ذاتها أرحم بك من أشاء عدا ضانا كون حريصان وإنك ناري أي إنك النار ناري عذابي أني عذابك يجتها أعذب بك من أشاء عدا ضانا كون عذابي ولكليكما لبدينا وحائلين سبنا علي أني قاعد يغفر لدان يقول لدين ملؤها إنا إذن بوحيو لبدي ما إذن بوحينا جنة دين إلا قبوحيو ضعفة دي مساكين تي إنت متشتي نارنا إنسان الله وقف وجبارين تي متكبرين تي تا أنا اللي يقول لي هبوي ولكليكما لبدينا وحائلين هذا علي أني يقول لدين ملؤها إنا إذن بوحيو رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق وري قال إنه رسول كيري إنه ليأتي الرجل وحادعيس إنه ماذا نك السمين أي عيلا العظيم أي وين يوم القيامة وإيمانيا
نن انت لك لا يزن عند الله إلى أكتيس كما فديو ميزان كيس مجاري جناح بعوضة كنيع قرب كيد قرب كنيع كما فديو يعني وزن كيس نمرك الله صار ميزان كهدوس ببرم بنصيب ليه هي ماشي قدام بس انت سبانو لكن إلى أكتيس حكما مركا وح مركا معناها ما قفك قلفوف كيس اسكلتن قفك معناها ما صمي مقال كيس يمد كيس معناها ما صمي جيب كيس وحي معنا سموحا معنا سمي قفك كان إسي إلهي وحكا دهاي بل معناها كم هو قريب من الله جل وعلا انتو إلهي ودوه. وعنه وحلق وريه أن امرأة سوداء هويني مذو ومذو هاي مذب كي إذا لقاها ليا كانت تقوم المسجد مسجد كي نذيفين جرتي كشقين جرتي أو شابا راوي شكي أن اللي يروها ومسجد كشقين جرتي عدة دون طبعا نقطة وقف مسلمة لبي يددك عدو دون وها النقطة مسجد كشقين جرتي أيا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاتبي هو أي اللي نقفك مساعد كشقي ولا أركيا قف خيرك وها اللون مركن النبي هو أي فسأل عنها وعنه مركو ويدي ما نني ناق عدة هيبة نبي يقول رويا كشكي سن مركو ويدي وكلا قرن لأيها ما نندن يروها ما هوين يبقى هيد عدة مساعد كشقين يسئ المهم نبي غيري ور هبل ما المهن مين أنا ركي ور هبلا إمزي كشقين جي ثمان تما هين محابعة وما مهن لما أركينا فقالوا مركا سوحي دهن مات ودنت نكي هبلها ودنت قال فر أفلا كنتم آذنتموني ومحادي يبسو الشيء ويدين إنك هدور دنتين دور جلسان بها هيدا مركا فكأنهم صغروا أمرها وحلق يابا إنا يسموح وكا السوق قادنا قف مساعد كشقي الله أركي ما رتي قف ما رتي ما هدي مثلا قف كسر رأي أهان لها مسؤولة ولا شيك شيك لها لكن حوكا ما ينسوق قادنا وأمره حوكا لقا ما ديكين مركا فقال بالكر هدي دتي أكتو قفك كوي ناوي النبي قوح ويري النبي أكتو سكوني مركا دلوني على قبره رواية كالوحة دلوني على قبرها التوصية مركة هالكي الوحة بالي حباشي سي توصية أما حباشي سي توصية فدلوه مركة سالة توصية فصلى عليه وكنت كذا مركة قبري قدول استاي وكنت كذا ثم قال مركة فيه إن هذه القبور قبور تانا دار كيسان مملوءة وحكبها ظل معناها ظلمة قدعر على أهلها ومجدي يعني قبور تانا دار كيسان وحي لبوح ذا مجدي وإن الله تعالى إلهين ينورها لكم أو ينورها لهم إلهي بإفيني بصلاتي عليهم تكشد أني أن كنت كذب إلهي وإفيني متفق عليه قوله فكابل رجب وبحياة تقم بفتح التاء وضم القاف تقم أي تكنس قف كمركة ماشى حاري أما نظيفيني أما حاقي أما فيقي وحد هلال والقمامة الكناسة ما مضى نوقشنك وآذنتموني بمد الهمزة آذنتموني أي علمتموني محد يوشي قويدي هل كان نحن لك قادنا يا فضلك مسجد كإن لك الشقية فضلي وين با كجرة على الأقل ضدك وحلقة يا باقفك أخذ ميني وشقيني يعني سوح بك سوى قادن ويكونت سؤال دول صاران ومحوكو قاتائي محلقة سيائي محو لقب قبليني محو لقب قبليني سائي ما عرفت اسلوب القرية محس لغة القرية سواء تقن كلمة ذي هني ترى ضبطنا قف كان هنا بفسان بلغية ولكن قف كان سوى قف إله أكتس كويم النبي صلى الله عليه وسلم ما تبين وما دهن هبل آوي هم هبل آوي ما دهن النبي صلى الله عليه وسلم بل قف الحوالي أو أورا دي مسلمين تأي كنت كذين بكدب التاقي مركب سوى كذين كنت كذين يعني ما شاء سوى كنت كذين صلى الله عليه وسلم مركب حمودين إسا ثقلك قفك مسجدك إلهي كشقين ولي هدي إلهي ولو هذا وأنا ما لها الدعاء أن لقوا أجيب قفك الدعاء سن لقوا أجيب طوى مد مد كلا امرأة سوداء مذب كان للشيء وحام مقطع مركة إن قبل لون مركة وجيد وفرنا نوع لقى قاضنا يا سفرة قفك مركة لا تلمام يو إن تلمانتا قفك أولي يعني هدان لجرن كرين إن لقوا شيء وحكم جمنا تلمان تقفك أولي مثلا هبل كي هبل كي ساعها إن إنير إنير أولي هاي أضو ضدك أقول تلمامي إن إن لب لعقادة أو لقرطة حكومة جبنا نينكي ساعها نينكي دوتمنة نينكي قعنت الله نينكي فرت الله ما هم مركز وكال إساق لما الضوري مركي تعريف أي تاي حكومة جبنا
هدبا حديث مركا معناه سو تلماوي وعنه حديث كلا إسلا وحا إسكال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيرة رب أشعث مد بصاصا بضنا أغبر أو بوريسا بضنا كاسو مدفوع بالأبواب الباب هذا اللي حرته يعني الباب هذا صار لو سعيني لو أقسم على الله لأبره هدو إلهي كدارتان إلهي وحيي وحي الرب إيلي وقف مقال كيس مركع ركتين تنتيس ما شاء الله يسنا ساسوب بساسين يهي سليد إي كلام أو مرسنا بور إي سيغ إي بصبا كم مقطع دركي سو جيحان يهي الباب لغا فراي مالها عد عد مرتقلين يسا مالها لكن هدو دارت يا الله هدو قعنتيرا ودعيه أما هبارتمو أم إلهي وحوي ديسو سمضى ويوفرنت سمضى إلهي سبحانه وتعالى سقوح الله مركا مالها ضد بضان ما لها كو أركتاني مساجد إلهي ما لها كو أركتان وضد إسكام رأيه وأد لا دور كان ما عرفت ما المهن ما سكة لا ما بوف سباق قال حاجة وحنون سيني هاي درك مسكب بدل على لا هاي هذي طبعا ويهي قف إلهي كحرن مسهلا شأني جس لكن وحنا مهم يسوون الدم سات كان الواقع لكن هذي درجة جحنا وجش مفرش كي ما لها وكجري شيني كا إلهي أكتي ساقك وما له يعني على جهل لا وقف مزيدا كحرن معني إذا أنا ما قف كي نورك أقص دمها هذا هيلك رفي عن درحنها قشن هذا هيلك من نظيف من جحنها قشن لكن قف كان ظروف تيسا ما شدكت معني إذا ما إنه قصد ما مرك إنا إذا هذا نالك أوليني ما لقيه لا درك إنه سو بدلني كان الله يحله لكن إنك كان ظروف تا كان تي وهلي واي ظروف تيس داي سان نقطي وحسك قشان يروح هلي كذا لكن ما هذا ظروف تا سكوت وصلنا تا إسكاس جحنا مزاد كل التماد ما يمارك تي محوها قميص جحنا هلا إيمان لكن هذه ظروف تقولك تي إذا ما يشي إذا مرك وعنه وعن عن أسامة توحى لجوري رضي الله عنها رضي الله عنه عن لهم عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم كوري قال إني قمت على باب الجنة وحان استاجب النبي صلى الله عليه وسلم جنة الباب كذا فإذا عامة من دخلها ضدك أبضا جنة قال المساكين بيهاي وأصحاب الجد ضدك التنادين تأه هضمنوا إلهي حولها أسينا محبوسون وحيرين غير أن أصحاب النار لكن أصحاب النار كي مركي وقتو اللي قال قد أمر بهم إلى النار حليري نارته لو حرأيه مركي اللي قال حليري نارته كشبه وقمت على باب النار نارته الباب كيدا نوان استاجي فإذا عامة من دخلها ضدك أبضا قال نارته أن أركنا النساء الضمر كي هاي متفق عليه والجد محلق وضع الحظ ونصيبك والغنى يهضا تنمضى محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في الدخول ولي إن قلان في دخول الجنة اللي ما أقلان وحيرين هل كان مساكين تأقوب بضن بالي وحأقوب بضن النار قلان حالي الضمر كأقوب بضن ضمر كمساكين من نقون كرامين وين نقون كرام هذين مساكين لقى ما هضي مركة حديثة تلمام ميسا ضمر كأنات تأقوب بضن محال لقى وضع وهل كيف فيمينيزم كأي فرقة كتورتان وإدهن بحاشة أنها مرة بسوح البان الوضع مرة بقدال بان الوضع الريحة لكن سكة لا مدقنا سيدة أي كتو جيهان علماء ما أنت رق يضمر يا بضا تركوك بلا دو نبقوا الله يا بضا ما أنت ضمر كا بضا يعني بمعنى عدد كالترادة ضمر كا الدون كبوفره عدد لقياس كرمه بل النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وحدي عدونا أمدي عدونا حتى يكون إلا هل كنين أي كنتن روح الضمر كسو أدو وهل كنين يعني مثلا استاتيكس قدن بيماشا ما لها قاركوت وحدا أدو كانت كهلا يساي 1998 بان حستا استاتيكس معركتي جورنال ماليزيانا كسلي كلي كوالنبوري ما لها هل كنين تضبيو توان ضمر كسو بيكمي طيب مركه هدي هدا ان هي جروب عندنا بقول اي فديدو انتنا اي فديدو 10 قفود اي جوغان مركه طبعا هدي سدح نين اي قلدان اي كغلان قلك اليرا مرتقات كغلا قلدان امسا لا سينيا صدر اني اشك سبع صامه مركه عدد كاسا سو كلا تصير كاس ايا لا ودا ما دام تيرودي بدن تاوم
markii towjiiha raxmadda aan la raadin, laakiin nabigu wuu cilaya haddana qaar wuxuu yihiin may hawshaa naga daaya bahasha yaan la sarifin, dumarka xoogaa haddaan qoor sagaara ku haynaa yaan la sii daynin. Waa maxay nabiga sal ala wuxuu tilmaamay tukfirna lacn, lacnadaa badisaan tukfirna lacn. Yani maanta dhan waa aragtay guriga marka la joogo odayga waxaa laga yaabaa inuu gacan qaada ama iska aamuso, laakiin islaanta wiilka iyo aabihiisa iyo eedadii iyo habrartii iyo meeshuu ka yimid odaygii iyo kulli way isla cayaysaa. Maantana in habaartantaa laga yaabaa ma ogi dadka hadda inay bedelin, laakiin dadkii isfiili tahora jirtay in lawada tallaalay ahaayeen. Laakiin hawsha ah in maantana la caytamayo ama lacnada la tuuray khatarteeda, walidaalika wuxuu leeyahay ابن كثير مرقو فسيري ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي اليهم اجلهم. هدي الهي اقبل لها سيدتك شرط ادد الجن ودين سيد ولي ندي له اقبل لها صوم ما قال كي الها كهلاك يعني هو اسكار دعوه يعني واسا الله كياله يو قلبي وذي كما صقر وحمي كما لكن عرف يو اسكبر صوم لكن هدي له اقبل لها دتكو اللي انها ابر ولوك اللي تجي لها marka taa waa qayb la tilmaamay nabiga sal alay wasalam marka uu tilmaamay uu nabiga sal awsaafta uu sheegayo ee dumarka uu ka sheegay macnaheeda maaha in iyaga la liida maa, laakiin qofka kan suu abuuraya la sheegaya. Markuu nabigu leeyahay sal allahu alayhi wasalam markuu ka hadlaya naaqisaatin caqlin wa diinin, markuu tilmaamay sal alay wasalam xadiis mutafaqa muxuu tilmaamay, wuxuu yidhi haddii mid ka mid a dumarka aad wanaajisid الدهر كله هل سنة كم بلاده لما روح اسقى والله ما نام بوسيب وناكسن وما موس، لكن هل قلد ما لنتي أردت هل قلد بس فريكا كوينيسا مركب سنة صلى الله عليه وسلم إذا رأت أي أردته دمير وحي لها ذا كان ولي وناك لغمها ولي مالين حتى مالين هل مالين نصمين ونينك كان طبعا كعنك أردالي بها نينك صدنك سنة وذا جوكتين بها ilaa awow ay aad ka noqoteen maxaase kula joogta 30 sano haddii aad naar hadda ka sheegaysa adiguna dhehe maalan sanadihii ugu dambeeyey xoogaa wuu isbedelay, markuu reer kale yeesho isbedelay, markuu guuro isbedelay, markuu xanuunso isbedelay, markuu weynaa isbedelay, waa laga akhrisanaya. Laakiin inaad dhahdeen A to Z maalinkaan isguursanay liyi lowlooda a qaadayseen ilaa hadda inaad dhahdaan waxba ma qaban, taas macquul maaha. Marka waxay ka mid tahay waxyaabaha insaafka aan lahayn. Marka dumarku iyagu waa iska daacad, laakiin xadiidka nabiga sal alay slam marka laleeyahaan markii la maqlo tukfirna lacn iyo naartaa ku badantihin inaan laga shaqayn xadiidkan waay loo yiri xadiidkanna daciif ba oo caqli laga shaqayn oo shuqulkii feminismka lala gelin oo gabadha muslimada ay tiraahdo maxaa naar lagu galaa lacnada miyaha waa inaan joojin, maxaa naar lagu galaa salaad xumada miyaha waan joojin, maxaa naar lagu galaa xijaab xumada jilbaab la-aanta miyaha waan joojin, maxaa naar lagu galaa quruxda banaanka lasoo dhigo waan iska ilaalina. In qofku iska ilaaliyo, laakiin xadiidii rasuulka dagaal in lala gala maaha oo marka shirar loo qabto maaha oo organizationna boorsa usoo qaataan maaha, lacaga marka laga maaragtay inta laga qaata maaha, sidii diinka ilaahay loola dagaalami lahaa. Marka howlahaasna waa howlo nagu soo ziyaadow. Xadiid kale aad buu u dheeri, halkaasaan ku istaageynaa. Wabillahi tawfiq.